مع حضراتكم لتقرير من محافظة الأقصر مع الزملاء إيمان عبد الفتاح ودعاء نجدي، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم، وصباح طيب. رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام للعام السابع على التوالي بساحة سيدي أبو الحجاج، بمشاركة 16 محافظة، منها محافظات أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، وشمال وجنوب سيناء. تستمر فعاليات المعرض حتى 9 فبراير المقبل، ويفتح المعرض أبوابه من 10 صباحا إلى 10 مساء يوميا طوال فترة إقامته. احنا النهارده من خلال وحدة السكان بنشارك في معرض ديارنا واللي بتقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع ديوان عام محافظة الأقصر. النهارده أول أيام المعرض، وقام السيد المستشار مصطفى قلم محافظ الأقصر بافتتاح المعرض اليوم صباحا. زي ما حضرتك شايف احنا واخدين بارتيشنات في المعرض، بيشارك من خلالها مجموعة من العارضين والحرفيين اللي هم بيعملوا بالحرف التراثية والمشغولات والمهن الحرفية. مجموعة العارضين دول بنشارك بيهم من خلال وحدة السكان، من خلال مبادرة احنا كنا اطلقناها من فترة اسمها مبادرة املك في عملك، ودي المبادرة دي بتهدف الى تدريب الشباب وتمكين الشباب والمرأة من خلال صقل مهاراتهم وتعريفهم بالعمل الحر وازاي ان هم يبدأوا مشاريعهم الخاصة. بنبدأ عندنا برضو بندرب الشباب على او المرأة والشباب على المهن التراثية والحرفية والمشغولات من خلال متخصصين وناس خبرة في المجالات دي، وبالتالي بعد كده يعني اي معارض بنلاقيها بنحاول ان احنا نشاركهم في المعارض دي عشان يتعرفوا ويبقوا اقرب للجمهور واقرب للمستهلك. كمان احنا بنقيم ليهم معارض خاصه بوحده السكان، طبعا برعايه السيد المستشار مصطفى ألهم. معرض ديارنا بيستمر حتى 9 من فبراير القادم، ونتمنى ان شاء الله ان هم يكون ليهم يعني مشاركات اكبر وياخدوا خبره ويحاولوا يسوقوا بشكل جيد للمنتجات بتاعتهم. احنا السنه اللي فاتت طبعا اشتركنا في معرض ديارنا تابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة ديوان عام محافظة الأقصر. اشتركنا بدايكة واحدة بس، وطبعا كان فيها 33 عارض وعارضة. طبعا ال 33 عارض وعارضة كان كل واحد بياخد يومين بس، فاحنا حاولنا ان احنا طبعا نزود البيكات. فحاليا احنا معانا ثلاث بيكات بيعرضوا فيهم، كل بايكة فيها 3 عارضين تابع لمبادرة أملك في عملك تشغيل الشباب، وتابع للمؤتمر الشبابي الشباب في المواجهة. وعلى أساس طبعا وحدة السكان بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نحد من الزيادة السكانية وبنحد من البطالة. فده من ضمن محاور وحدة السكان بالمحافظة، الاهتمام بالشباب وبالملف الشباب طبعا وبالحد من الزيادة السكانية. يتضمن المعرض 94 بيكة، تتنوع المعروضات بين السجاد، الكليم، الاكسسوار، الزجاج، المفروشات، الكروشيه، المكرمية، الملابس، الخزف، والاكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألبستر والمنتجات الحرفية واليدوية. زينب جمال من إسنا، أول معرض ليا في معرض ديارنا، جيت من خلال أستاذة سحر تبع وحدة الإسكان. فأنا يعني بتمنى أن أنا أشترك في معارض تاني. الشغل بتاعي اللي هو أكسسوار هاند ميد وخيش وكسترات ومفارش خيش برضو، ففي شغل تاني بس لسه ما جبتوش معايا، فده هو الشغل بتاعي. واتمنى يعني يكون في ليا فرصة ان انا اشترك في معارض اكتر واكتر، وان شاء الله يعني اكون سعيدة يعني لو اتاحت ليا فرصة ان انا اعمل شغل اكتر واكتر. يعني انا فاطمة بغدادي مدربة حرف يدوية، النهاردة احنا متواجدين في معرض ديارنا من خلال الحرفجية، معانا منتجات جلود ومعانا منتجات خيامية واكسسوارات كلها من انتاج البنات، بيتدربوا وبنساعدهم ان هم كمان يعرضوا كمان منتجاتهم من خلال معرضنا في الحرفجية.
عندنا برضو عدة عارضين في البارتيشن الثاني، برضو معاهم كمان رسم على القماش، معاهم اكسسوارات، وفي معاهم اشغال خيش. ففي حاجات كتيرة جدا متواجدة معانا النهاردة، نعمل ان شاء الله بقى كده تبقى منتجاتنا كده تنال اعجابكم يعني ان شاء الله. انا حسن البروجي، عارض سجاد يدوي في معرض ديارنا الاقصر. اتشرفت من ايدي، كانت المرة الرابعة ليا في مهرجان ديارنا بالاقصر، وعايز اقول لكم ان احنا عاملين لقطة جميلة في المعرض هنا، ان احنا بنبيع بنفس اسعار السنة اللي فاتت، ولا اتكلمنا في ان دولار سعره زاد ولا ان بنزين سعره زاد. احنا بنحاول نوفر المنتج بتاعنا الحرفي اليدوي لاهل الاقصر او للسائح اللي جاي يزور الاقصر بنفس اسعار السنة اللي فاتت عشان نعمل اقبال على المعرض. طبعا النهارده اتشرفنا بزيارة سيادة المحافظ لينا، وعرضنا له احتياجاتنا من المعرض او من غير المعرض، وعرضنا له ان احنا محتاجين ان احنا ندرب بنات على الحرف اليدويه في الاقصر، بحيث ان يقدروا يخدموا على البازارات اللي موجوده وعلى المحلات اللي موجوده، بدل ما هم يضطروا يجيبوا من القاهره، ان يقدروا في الفتره اللي جايه ان بايد اهل الاقصر نقدر نعمل منتج حرفي يدوي يتوفر للسائح او للي عايش في مدينه الاقصر الجميله. احب ابشركم ان انا السنه دي كعارض سجاد يدوي عامل موديلات كلها تناسب البيوت الحديثه. اللي عايز يفرش سجاده سواء محدود الدخل متوسط الدخل هيلاقي هنا سجاده يدوي بسعر ما فيش منافسه فيه ولا مقارنه. تقدروا تنورونا، تشكيله من السجاد الجلد، تشكيله من السجاد الصوف، تشكيله من الاطان الممرات ما بين السراير. شهر رمضان دخل علينا، اللي عايز يجدد بيته يجي ينورنا في معرض ديارنا الاقصر، وان شاء الله في انتظاركم واجمل اسعار نقدمها لاهل الاقصر. يهدف المعرض الى دعم ومسانده كافه الاسر المنتجه ودعم صغار المنتجين ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا. من الأقصر دعاء نجدي.